سيادتك مؤمن بالعدالة الاجتماعية، ولكن كيف تطبق وكيف تم النماذج اللي تم تطبيقها والأفضل وما إلى ذلك؟ وبالتالي أنت ثابت عند القاعدة ولكن بيتغير فكريا حسب مجريات أو حسب طبائع النماذج الموجودة. خليني أذهب لعلي الدين هلال الشاب الذي يأتي إلى القاهرة. أنت أولا منين؟ أنا بص حضر، أنا ولدت في ما كان يسمى قرية شبرا البلد. ايوه شبرا البلد دي في اللي عارفين بقى على تخوم القاهرة، على تخوم القاهرة ما بين كوبري شبرا وقصر محمد علي اللي بقى كلية زراعة عين شمس بعد كده. شم ريحة المدينة او شم ريحة المدينة. بعد كده بقى في المدينة نفسها كلها احياء مصر القديمة، يعني حي اليكانية، بعد كده حي درب سعادة، باب الخل، دول قضيت فيهم. حتى انت من مواليد درب سعادة بقى؟ لا انا مواليد شبرا البلد. شبرا، لكن حي اليكانية دوت اللي هو من الاحياء القديمة التاريخية اللي هو متفرع او بيطل على شارع المغربيين. كويس، بس انت يعني تساءلت وانت صغيرا عن درب سعادة، لماذا تقترن السعادة بهذا الدرب؟ بصراحة لا، والله لا. بصراحة لا، لكن بس انت كنت سعيد ان انت مولود في درب سعادة او موجود او عشت في درب سعادة. في درب سعادة بس انت عشت كل هذه الفترة في سعادة فعليا، لان مصر كانت فيها المستوى السعادة اعلى من هذا. هقول لك بقى يعني حاجات بسيطة كده. احنا كنا جنبي على طول في ميدان باب الخلق، واللي هو في قلبه متحف الفن الاسلامي، وناحيتين دار الكتب المصرية، مظبوط، اللي هي الدار اللي انشاها الخديوي اسماعيل زمان. كانت على الحيطة توضع الجرائد كلها، الجرائد في صناديق زجاجية. أذكر أنا وغيري من الشباب كنا بدل نشتري جردان واحد، لكن في الأخبار والأخبار والجمهورية وبعد كده المساء، كنا نروح نقرأ الجرائد كلها من على الحائط. لكن الأخطر من هذا يعني مصدر بقى التنوير، سور الأزبكية. نمشي ربع ساعة إلى حديقة الأزبكية، واللي هي كانت بتحتضن المسرح القومي، وده اللي غنت فيه ام كلثوم في الاربعينات في سور الازبكيه. سور الازبكيه هو سور الكتب القديمه، ده كان نهر الثقافه المصري. يا خبر ابيض. لا اعتقد ان هناك يعني مثقف كبير في مصر في الاربعينات والخمسينات لم يكن يتردد بانتظام، والستينيات يتردد بانتظام على سور الأزبكية. ومن سور الأزبكية اشتريت بعض أمهات الكتب، يعني مثلا أول ترجمة لكتاب أفلاطون الجمهورية من على سور الأزبكية. كان طالع سنة 18-19، مترجمه واحد اسمه حنة خباس. الطبعات الأولى من كتب عبد الرحمن الرفعي من على سور الأزبكية. طبعا مش هقول بقى ان الجيل الجديد هيضحك علينا ان كان الكتاب بخمسة ساغ، يعني عملة انقرضت فكرة القرش. طبعا العملة دي انقرضت، لكن طبعا النقلة في الـ في الـ في مرحلة الصبا، النقلة المؤثرة كانت امتى؟ النقلة المؤثرة، شوف بص حضرتك، انا رحت الاول روضة اطفال الحلمية الجديدة، انتقلت الى مدرسة المحمدية الابتدائية. كويس. ليه تحولت بعد كده الى اعدادية؟ فانا قعدت فيها ابتدائي واعدادي. انتقلت بعدها الى مدرسة الخديوية الثانوية، اللي هي اول مدرسة ثانوية في مصر في عهد محمد علي. يعني مدرسة لها قيمة تاريخية طبعا كبيرة جدا. مدرسة المحمدية حمدي بتطل على ميدان الحلمية. ده الحلمية ده كان فيه فيلا، الفيلا دي المقر العام للإخوان المسلمين. انت يعني اصطدمت عينك بيهم بدري قوي. وفي طفولتي شفت يعني بحب 54-55 حرق هذا المبنى، حرقه لم أحضر. ان الجماهير غفيرة من الناس والطلاب
وده خلى الواحد بقى مبكرا يسأل ايه الحكاية دي وليه ده بيتحرق في الخديوية. فوجئت حضرتك ان مثلا في الصف الفصل معايا واحد اسمه فيصل عبد الكريم مش مصري من تمي... يعني من عدن داك... واحد اسمه عبد موسى اسلام صومالي. فانت في الوقت دوت برضو انا عايز اقول معنى ان مش بس بالكتب انت بتتعلم وعقلك بيتفتح انما بالاحداث تمر عليك. ان انا في 58 وانا طالب في تانية ثانوي ولكن الوحدة المصرية السورية يعني ايه ويتعمل مسابقة واكتب انا قصة واكسب حاجة في المنطقة التعليمية انه 56 يتقال لك تأميم قناة السويس واحد وان ثلاثي ده كان في هذا الوقت عمري 12 سنة. ففي احداث كبرى انت لم يكن لك فضل في ان تبدأ تسأل اسئلة في داخلك. انا وابناء جيلي كل واحد بقى استفاد او طور نفسه بالطريقة. اروح الجامعة يا حمدي الاقي 40-50 طالب غير مصري اشي سعودي اشي لبناني اشي يمني اشي عراقي اشي اماراتي اشي كويتي. المغزى ايه؟ ايه؟ المغزى ايه؟ المغزى مغزيين ان الوعي السياسي لي ولابناء جيلي جاء مبكرا نضج مبكرا نضج مبكرا بسبب الاحداث الكبرى التي فرضت عليك انت لازم تذاكرها وبسبب التفاعلات اليوميه لك مع اشخاص. لكن خليني اروح بس دايما في كليه الاقتصاد كان معروف الغرفه رقم 10 وكانت علامه عامله زي كده العشره اللي على ظهر محمود الخطيب في هذا التوقيت تعرف رقم 10 كان على ظهر محمود الخطيب ده علامه جوده يعني برضو واحنا في كليه اعلام فوق كنا نسمع من اخواتنا بتوع الاقتصاد تحت ماشي الغرفه رقم 10 لكن مكتبي يعني رقم الغرفه بتاعت مكتبي اللي انا قعدت فيه مثلا حاجه بتاع 15 سنه وانا استاذ وانا مدير المركز البحوث السياسيه وبحكم ان ده كان في مدير مركز البحوث السياسيه كنت بستقبل فيه ناس كتير جدا من اساتذه زملائي جوه الكليه او بره الكليه او من اساتذه من خارج الكليه مسؤولين من خارج الكليه فباخد فيه الاجتماعات اللي بتتعلق بتخطيط الندوات والبحوث الى اخره فاصبح لها سمعه اللي هي دي منها تنبثق الافكار او تظهر الافكار والخطط المتعلقة بالأنشطة الثقافية والعلمية في الكلية. طموح سيادتك في هذه الفترة أن تكون عميداً